نرجع تاني مع بعض، وزي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، تجربة تستحق الدراسة ما شاء الله. نادي البلدية من الأندية العريقة في مصر، وكان الأستاذ مصطفى الشامي رئيس نادي البلدية معانا من شهر هنا، وكنا سعيدين يعني سعداء جدا ببداية البلدية في الدوري. لكن أنا قلت طفرة وماتشين ثلاثة في الأول كده، لكن لقيت الدنيا مكملة وبيكسبوا وبيرخموا على الفرق، لا وعاملين شغل بإمكانيات مالية أقل من فرق كتير في الدوري الممتاز. فقلنا نتابع معاه بقى الموضوع، نشوف الدنيا بتمشي ازاي عشان نتعلم منه يعني. يا استاذ مصطفى منور. كابتن كريم بنورك، وسعيد بوجودي مع حضرتك، وبحييك وكل الإعداد المحركة حقيقة على التغطية الرائعة مؤخرا في على الدوري المصري، حاجة جميلة جدا. الله يخليك، موفق دايما حبيبي. منور طبعا، وبنبارك لك على حتى الآن يعني الأداء المميز نادي البلدية لله. والشخصية اللي موجودة والنتائج المميزة اللي أعتقد ما كناش نتوقع الأداء المميز والنتائج دي من نادي البلدية بعد الصعود مباشرة من الدوري الممتاز. صح، هو زي ما حضرتك قلت أهم كلمة في الموضوع هو الشخصية بتاعت الفريق، وده اللي يمكن اتكلمت فيه مع حضرتك قبل كده، وده اللي اشتغلت فيها مع كابتن أحمد عبد الرؤوف، وكانت خطته كلها ورؤيته كلها إن هو إزاي يقدر يختار لعيبة تقدر يبقى ليها شخصية وهوية جوه الملعب، وتبقى عندها استمرارية في الشخصية دي، وده اللي طول الوقت بيشتغل ان هو يبني ويحافظ عليه ويدور على كل المكتسبات حتى ولو مكتسبات صغيرة علشان يقدر يقوي بيها شخصية الفرقة والشخصية عند اللعيبة وينمي الحتة دي عندهم. وطبعا دي اصعب حاجة، لانه تغيير المنتاليتي او توحيد المنتاليتي بتاع مجموعة لعيبة مع بعض ده بيبقى اصعب حاجة يعني. فيا رب ان شاء الله نقدر نستمر على كده. طيب انا قعدت اتساءل الماتش اللي فات بتاع الفاركو، حتى هنا قلت اشدت بنادي البلديه، قلت عملوا الشوط الاول عالمي و3-0 ويعني شوط جامد جدا، وجبت الرابع في الشوط الثاني. لكن بلاحظ في ماتشات البلديه الشوط الثاني، حتى ماتش الاتحاد السكندري كنت كاسبين الشوط الاول 2-0، الاتحاد اتعادل في الاخر، وفاركو الشوط الثاني عمل شوط كويس طبعا وقرب بقى 3-2 وكان ممكن يتعادل. فقعدت اتساءل قلت هو هل نقص خبرات؟ هل نقص لياقه بدنيه؟ ايه بالظبط؟ ليه البلديه الشوط الاول بيبقى مع اي فرقه عاملوا اهداف ومتقدم وكذا، لكن بيحصل دروب شويه في الشوط الثاني؟ بص حضرتك، لا هو مش بدنيا، بدليل ان احنا الحمد لله يعني نسبه الاصابات عندنا شبه مش موجوده، المستوى البدني بتاع اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه تقريبا زي ما هو، او يعني طبعا مع الاحمال بتاعه المباراه، ولكن في بعض الماتشات كان فيها اخطاء فرديه، ولكن انت لو حضرتك بصيت هتلاقي ان 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 انه ده برضه يرجع لشخصيه الفريق. هو كابتن احمد بيلعب بطريقه لعبه معينه بي 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 بيشتغل عليها في سواء على مستوى تدريباته او محاضراته او على الماتشات، اللعيبه تحفظها عشان تطبقها في الماتش. بالظبط كده، فهي هتاخد وقت شويه على ما اللعيبه يعني تسكن خبراتها في طريقه اللعب دي. فهي انا بقول دايما انه الفرقه مع الوقت ومع الانسجام ومع يعني حضرتك بتقول ان ده ممكن عشان اللعيبه دي ما لعبتش كتير دوري ممتاز، فممكن نقص خبرات كمان بالطريقه او خوف من اللي انت بتحافظ على التقدم. بالظبط، حاجه نفسيه. لا ده لا ده احنا هو كده كده كابتن احمد طول الوقت ضد فكره ان انت ترجع علشان تحافظ على الجونين او لا 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 اللي انت جايبه التقدم. هو نكون عندك شخصيه ازاي ان انت تقدر تلعب في التحولات وفي طريقه اللعب دي، هتاخد وقت شويه، لكن مع الانسجام ان شاء الله باذن الله الفريق يفضل يقدم مستوى كوره ممتع يعني. جالك عروض لاكيم اللاعب الافريقي؟ عشان ناس كتير بتقول لك ده الزمالك بيفكر فيه، ده الحق اللي بيبصوا عليه في الانديه الكبيره الكلام ده. انا دايما هو عامل ماتشات جامده ومؤثر جدا، هو لعيب مميز جدا، شكله صغير تحت السن. لا لا هو فوق السن، فوق السن في 44 هو يعني من زمان هو بيلبس حتى هو كان عندنا الموسم اللي فات واتنقل في يناير ورجع تاني اخر السنه. لكن هو انا دايما لما احب اتكلم على عروض اتكلم على حاجات رسميه. حتى الان مفيش كلام رسمي، ولكن او مفيش عروض رسميه بالذات جوه مصر، يعني يمكن بره مصر اقوى. جالك عروض ليه بره مصر رسميه؟ يعني لا كلام مباشر، كلام مباشر، مش لسه مفيش ورق رسمي، لكن كلام مباشر. هنا في مصر لسه مرحله جس النبض وكده، ولكن يعني لسه الموضوع كله بدري شويه ان احنا نتكلم فيه.